وجبلة العصمة. بسم الله الرحيم. في البداية كنتوجه الشكر الجزيل للموقعين في هذه الاصوات التفاتة الطيبة. معكم هشام محفوظ كاتب عام عصبة الشاويين كما حرف أليف ورئيس لجنة الإعلام والتواصل بالعصبة. فاليوم عندنا الدور الإقصائي الأول اللي يدخل في إطار إقصائية عصبة الشاويين يدخل في إقصائيات البطولة الوطنية لهذا الموسم لجميع الفئات العمرية. اليوم عندنا يعني النزالات تم تقسيمها إلى مرحلتين. مرحلة الفئة الصباحية غادي تضم 15 نزال، ثم ستضم المرحلة الثانية بعد الزوال 16 نزال. بطبيعة الحال عصبة الشاوية دائما تنظم هذه التظاهرات تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للملاكمة بمشاركة الأندية المنضوية تحت لواء العصبة وبالتالي الجامعة الملكية المغربية للملاكمة. وتنظم إشارة بهذه المناسبة المباركة أن هذا التنظيم بطبيعة الحال تسهر على واحد الخلية للتنظيم التابعة لعصبة الشاوية للملاكمة حرف أليف كي تقصها السيد الرئيس سمو محمد بن جاوج الى جانب احمد الخير باعتباره امين العصبة الشاويه للمملكه. حيث ما نساوش جميع مكونات العصبه من المسلمين داخل المجتمع المسلم دائما كيعملوا تفاني من اجل الالتقاء بالمملكه مع المستوى العصبه الشاويه للمملكه مع حرف اليف وبالتالي على المستوى الوطني. هذه المباراه الرياضيه المتميزه كما قلنا من اللحظات التي تكون في اطار ديليغي زويدي عبد الله بمناسبة الأطلس الكبير بمساعدة محمد سيسا طبيب فريق نعم طبيب العصبة وطبيب العصبة السي مصطفى ديدي اللي بطبيعة الحال بدور كيدير واحد المجهود من أجل يعني الإلتقاء بالمملكه مع المستوى العصبة. ونساو بطبيعة الحال جهود الخفاء والطرق التقنية اللي كتمثل يعني النواة ديال عصبة الشاوية للمملكه مع حرف أليف اللي كتعمل جاهدة هي دورها من أجل الأفقية للمملكه وتكوين يعني الفئات العمرية من أجل إعطاء الخلف وأيضا حمل المشعل ديال المملكه المغربية على مستوى الجهوي. كنشكر الجامعة الملكية المغربية على هذه الرياضة الزعيمية فن وأخلاق. وأنا ملاكم قديم ترابي عبد الرحيم ملقب بالبوشي. المشوار ديالي من 1998 في الكيب ناصر المنتخب الوطني مدربين بغاري مدشوروف استاذ قبيات فضلي زواني من عدد المدربين اللي كانوا معنا في الكيب ناسيونال. ودابا اش غنقول لكم، انا كلاسيت بروميير في المغرب دابا القاضيه. ما توصلتش لما كانش عندنا امكانيات هذه. انا نتصور انا غادي بالكيب غادي من المنتخب الوطني خلاص بروميير غادي بالمدير المدرسي ديالي وغادي بالشجاله شي تبعت مكناسي صديق ديالي. كنعقل على الاصدقاء ديالي منهم غنام منهم مصباحي منهم مصباحي الصغير مصباحي الكبير منهم قابل الحسان منهم كبو الحسان منهم اعداد الاصدقاء ديالي اللي كانوا معايا في الكيب. سي ترابي ماذا عن الوضعيه ديالك؟ واش نقول الوضعيه خويا انني ما نعاودش كملاكم سابق مأزم بزاف. لقيت خير في المدير ديال المركب التربوي الحسن تاع الشباب دير واحد المقصار الى عندي فيه 1000 درهم في الشهر كنعمل مقوياج كنعمل داكشي هي باش كنروج بها وهادي. وما نكذبش عليك، انا مشيت دفعت الشواهد ديالي في الجامعه 2013 والوضعيه ديالي باش انهم يعاونوني. انا راه ما في حالي. كنشكر الملك ديالنا محمد السادس نصاوب. هذا انرجيك مسلمنا. نعم. اليوم عندنا الدور الاول ديال البطوله الشاويه في المملكه. ومشاركين في 26 صوت شيخ مزيان بالمير عالي مدرب نادي انرجيك للملاكمة. اليوم عندنا الدور الاول ان شاء الله
البطوله الجهويه العاصمه الشاويه أليف، ويشارك اليوم ان شاء الله بعشره في ولايه اليمين. نتمنى من الله ان شاء الله جميع الاوزان. نعم جميع الاوزان ممتله. جميع الاوزان ممتله، يعني مجموعه ديال الملاكمين والملاكمات 26 ملاكمين مشاركين اليوم في البطوله الجهويه ان شاء الله، وكنتمنى ان شاء الله يتجاوزوا هذه المرحله هذه ويمشيو الاقصائيه في بطوله المغرب ان شاء الله. اسمي منطقه المدي، مقدمه الملاكمين في الطريق ديال الثمانينات، عندي 24 كومبا جوج مرات وحده. دابا ارتحت في النادي ديال حسنية تخربقة، كندير المدربين ديالهم، كاين عليا السيد الزواوي الصحفي هو معنا نيت، ودابا اليوم جينا لأول دور في البطولة ديال العصبة الملاكمة ورجينا بالدراري دابا باش ان شاء الله غادي كيتعبروا ويمشيو للمنزل ديالهم وكل شيء ان شاء الله يكون خير. نتمنى التوفيق ان شاء الله. دكتور ديدي مصطفى، طبيب مختص في الطب الرياضي، مدير مركز الادمان سيدي مؤمن، طبيب مكلف الطب الرياضي بالنسبه للملاكمه. اهميه الطب الرياضي في الرياضه بصفه عامه، يعني ما بقاش مخبيه، ما بقاش كترتفع على اي واحد، ف يعني تعرف ان ولا كل شيء يدخل المختبر، كل شيء يدخل الطب الرياضي، كل شيء ولا كيهتم بهذا الميدان هذا، لان ما يمكنش انه الانسان كيدير واحد المجهود ولا بد من يعني خصو يكون حداه خبير اللي يعطيه المواصفات العلميه الانيه اللي ولات له. فاذا اهميه الطب الرياضي بالرياضه بصفه عامه وخاصه بالنسبه للناس ديال لابوكس، ان البوكسور كيخصو يعني كيتحارب مع الوزن ديالو مثلا، اهم حاجه. فاذا خصو يعرف اشنو كياكل وقتاش ياكل وكيفاش ياكل. معكم لطيفه بكيت، رئيسة جمعية السلامة الملاكمة مولاي رشيد. اليوم حنا في القاعة المغطاة ديال بن سودة، هي المركب التربوي حاليا. عندنا بطولة كأول لقاء اليوم، اليوم الأول بالنسبة أول دورة، اليوم الأول بالنسبة للبطولة. كنتمنوا إن شاء الله لجميع الملاكمين باش أنهم إن شاء الله يبانوا بواحد الصورة اللي هي لائقة، ويكونوا إن شاء الله في المستوى اللي حنا كنطمحوا ليه. وبالنسبة لجمعية السلامة هي مشاركة كباقي الجمعيات، وهي إن شاء الله هذه الجهة ديال الشاوية، جهة الشاوية ألف، عصبة الشاوية ألف، عصبة الشاوية ألف تحت الملاكمة بطبيعة الحال، عصبة الشاوية ألف للملاكمة تحت رئاسة الأستاذ الكبير أستاذ محمد الحجاوج، اللي صراحة رئيس في المستوى، وكنتمنوا من الله عز وجل باش أننا نعطيو كل ما عندنا باش نمثلوا الملاكمة داخل المستوى المحلي والجهوي والوطني أحسن تمثيل. وبالنسبة كما قلت جمعية السلامة هي مستعدة أنها إن شاء الله تعطي الكثير والكثير حتى تظهر في صورة لائقة بالنسبة للملاكمة. شكرا. كنشكركم من هذا المنبر، وتحية جورنال أصوات، الجريدة ديال الأصوات جورنال. نعم تحية خاصة لجريدة الأصوات، وحنا جد سعداء بكم لأنكم اليوم معنا في هذا اللقاء، وكنتمنوا جميع الإذاعات وجميع الجرائد أنهم يحتضنوا بحال مثل هذه التظاهرات الكبرى حتى يكون عندهم واحد الإشعاع كبير. لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.